حاجه طيب غير منى زكي عامله مسلسل برضه. بالظبط. احنا لسه كنا بنقول منى زكي برج العقرب. برج العقرب كان بقاله فتره فاتت حوالي 4 5 سنين الدنيا عنده مش حلوه خالص. اوكي. وبالفعل هي بقى لها كانت حوالي 5 6 سنين الدنيا عندها مش حلوه، حتى لما عملت اعمال ما ظبطتش خالص معاها، او ما علمتش زي ما منى زكي وقوتها اللي احنا واخدين عنها الانطباع ده. اوكي. لكن السنه دي هتبتدي تظبط، لان العقرب ابتدى يغير. حتى المسلسل ده اتعمل السنه اللي فاتت، اتصور السنه اللي فاتت وما نزلش السنه اللي فاتت. المسلسل بتاع منى اتصور السنه اللي فاتت وما نزلش، لان كانت حظها السنه اللي فاتت قليل، لسه ما كان مازال قليل. السنه دي الدنيا مختلفه مع برج العقرب كتير، سواء البنات او الولاد. حلوه. اوكي. فالسنه دي هي هتاخد صدى كويس، هو هيبقى حاجه مختلفه، مش هتعلم بنفس القوه، يعني العقرب مش راجع بنفس القوه، بس هتبتدي تقول انا اهو. اوكي. لكن مش هيبقى بنفس القوه، هيبقى حاجه مختلفه بس هتبقى اوكي.